برج الثور كيف رح بيكون الأسبوع من الاثنين 14 أيار مايو للأحد 20 أيار مايو؟ هذا أسبوع متقلب، أسبوع من جهة بيحمل خبر حلو وهو إنه في قمر جديد ببرجك. هذا شيء كثير مهم، مرة بالسنة بيصير وكأنه في عندك صفحة جديدة عم بتبلشها، وكأنه في عندك نوع من جرأة كثير كبيرة لحتى تشيل وتحط، لحتى تقرر، لحتى تغير، لحتى تبدل، في نظرة مختلفة بهيدا الأسبوع. الحدث الثاني المهم هو وصول كوكب أورانيوس لبرجك حتى شهر نوفمبر، الأسبوع الأول من نوفمبر بهذه السنة، وهذا حدث منه هالقد سهل، منه هالقد رايق. القمر بهيدا الأسبوع الاثنين والثلاثة، القمر ببرج الثور، الأربعاء والخميس ببرج الجوزاء، الجمعة السبت ببرج السرطان، والأحد ببرج الأسد. شو معناتها؟ معناتها انه هيدا الاسبوع بالنسبة لك مولود برج الثور عم بيقول لك انه واضح جدا هيدا الاسبوع مختلف 180 درجة عن الاسبوع السابق. بهيدا الاسبوع في عندك صفحة جديدة، انطلاقة جديدة، تنوع، ويبدو وكأنه في انطلاقة مختلفة متنوعة عم تاخدك من ميلي إلى ميلي، وكأنه أنت عم بتخط أو أنت عم بتقرر على شيء، يمكن حتى الدستني منه لحاله عم تتغير الأمور وعم توصل لعندك منها لحالها بطريقة تلقائية. التنين والثلاثة تحت تأثير نيومون ببرشك، حضر حالك لبعض الأمور يلي عم بتدق بابك وعم تقول لك خذ قرار غير، في صفحة جديدة، في تخرج، في تغيير جذري انت عم تاخده او منه لحاله الزمن عم بغيره. واضح انه في امور رح تنطوى وامور جديدة رح بتبين، وبطل في مسائل عالقة. هلأ هون في عنا وصول كوكب اورانيوس لبرجك، فبدك تكون حذر اول، يعني اذا انت من مواليد اول برج الثور بدك تكون حذر، لأنه انت اول المواليد يلي رح تشعر بهالتقلبات وبهالثورة يلي رح يحملها كوكب اورانيوس. الاربعاء والخميس القمر موجود ببرج الجوزاء يلي هو البيت الثاني، هو بيت المال، بيت الثروة، بيت القدرة على مواجهة الأمور وعلى التقدم بقوة. بقول لك مولود برج الثور أنه في احتمال أنك تقرر وتضطر تقرر على مسألة بهمك أمرها، يمكن يكون في عندك امتحان كتير مهم بالجامعة أو بالمدرسة، فبدك تكون كتير مهتم لهالموضوع لأنه فعلا التأثيرات مهمة وبتطلب منك أنه أنت تكون جاهز. في احتمال على الأرجح أكثر التأثيرات هي إيجابية وبتقول أنه أنت في عندك مكاسب. الجمعة والسبت تتمتع بسرعة خاطر، تتمتع بقدرات لحتى تواجه المجتمع، لحتى تواجه نهارك. من الصبح أنت نشيط، من الصبح أنت ديناميكي، من الصبح أنت مستعجل شوي، وحتى بتشوف أنه أنت عم تشتغل على أكثر من مسألة بالوقت نفسه. الحلو أنه أنت بهاليومين تتمتع بديناميكية بتحرك أمورك الذهنية والجسدية، وبالتالي أنت ما رح يصعب عليك أي شيء. أما الأحد 20 أيار مايو فهو نهار لحتى ترتاح، لحتى تبعد شوي عن الأمور الصعبة، لحتى تكون مع أشخاص بيحبوك، بيتعاطفوا معك، أنت بتتعاطف معهم، لأنه الجو بسبب هالمربع بين القمر وبرجك بتحس أنك شوي زعلان أو شوي طباعك منها هالقد هادي، مع احتمال انه يكون في عندك مسألة عائلية او شخصية جديدة انت عم تشتغل عليها. يلي لازم ينتبه بهذا الاسبوع بسبب زيارة كوكب اورانيوس هو 19 20 21 نيسان ابريل، اما الاكثر حظا فهو مولود 28 و29 نيسان ابريل.